أنا مقيم في مكة وسافرت إلى بلدي ولم أطف طواف الوداع وحضرت مرة أخرى، هل علي دم؟ هو حج يعني هو من أهل مكة. نعم، مقيم في مكة وحج، سافر إلى بلده لم يذكر الحج. إذا كان أنه ما حج ما يلزم الوداع، الوداع لمن حج، ما يسافر بعد الحج إلا لطواف وداع. أما إذا كان أنه ما حج ومقيم في مكة وأراد السفر ما يلزمه الوداع. نعم، الوداع إنما يلزم الحاج فقط. نعم.